فاكرين قصة جوسيبي رينا لاعب أرمينيا بيلفيلد؟ صاحب شرط توفير بيت جديد ليه على مدار 3 سنوات هي مدة التعاقد. النادي وفر له بيت فعلا بس من المكعبات. هل تفتكر ان القصة والبند ده من غرائب وطرائف كرة القدم؟ لا، في أغرب طبعا. سنة 1999 الكونغولي رولف كريستل جوبي اشترط قبل انتقاله من كارلس روا لأينتراخت فرانكفورت ان زوجته تاخد دروس في الطبخ. جو مين قدم افضل مشوار له مع فريق في مسيرته الاحترافية وسجل 19 هدفا في 95 مباراة. في نفس السنة السويدي ستيفان شوارتز كان بيحلم بالطيران الى الفضاء وسعى لحجز رحلة للفضاء سنة 2002، لكن ناديه ساندرلاند وضع بند يمنعه من تنفيذ مخططه. ورغم ان البعض كان بيوصف دينيس بيركامب بالهولندي الطائر، الا انه كان بيخاف من ركوب الطيارات، وده له اسباب منها وفاة اصدقاء مقربين ليه وهو بعمر 20 سنة في حادث سقوط طيارة، وتوقف محرك طيارة منتخب هولندا بشكل مؤقت خلال كأس العالم 1994 في الجو، ومشاكل تانية تعرض ليها في أكتر من رحلة. أثناء توقيعه لأرسنال تم الاتفاق على خصم 100,000 جنيه استرليني من راتبه بسبب خوفه من الطائرات، وبيركام لم يسافر على متن الطائرة لمدة عامين. على عكس بيركام تقريبا سامويل إيتو ما كانش عنده فوبيا من الطائرات. وقت انتقاله لفريق أنجي الروسي رفض أنه يعيش في مدينة مخاتشكالا ووضع شرط بأنه يعيش في العاصمة موسكو ويتم توصيله على متن طائرة خاصة يوميا إلى التدريبات. الطائرات ممكن تكون مشكلة كبيرة لكن الوزن. سيمون جوردن مالك كريستال بالاس كان عنده شكوك حول ضم نيل رودوك بسبب وزنه الزائد، فوضع بند بيتيح للنادي خصم 10% من راتبه إذا زاد وزنه عن 99.8 كيلوغرام. ليفربول كان له نصيب الأسد من البنود المختلفة. سنة 1992 وقع ليفربول مع النرويجي ستيج بيريونبي وهو نجل واحد من أشهر لاعبي التزلج على الجليد، ولأن بيريونبي كان بيحب التزلج على المنحدرات زي والده وضع ليفربول بند بيمنعه من ممارسة رياضة التزلج. فاكرين عرض أرسنال لضم لويس سواريز من ليفربول مقابل 40 مليون جنيه استرليني بلس جنيه؟ واضح ان الفكرة ما عجبتش ليفربول، وبسببها في 2015 لما ضم روبرتو فيرمينو وضعوا شرط جزائي بقيمة 98 مليون يورو لأي نادي إلا أرسنال، تقريبا عشان ما يكرروش نفس العرض تاني. وقبلها بسنة وضع ليفربول شرط حسن السير والسلوك في عقد ماريو بالوتيلي ينص على أنه سيضطر إلى مغادرة النادي إذا خرج عن النص. انتقال نيمار لبرشلونة كان حوله لغط كتير. البرازيلي في 2013 وضع بند يتيح لأصدقائه زيارته كل أسبوعين، وأن برشلونة يتحمل كل النفقات اللي وصلت لأكثر من 300,000 يورو. برشلونة برضو كان له بنود غريبة والمرة دي مع ليونيل ميسي، وكان منها إلزامه بتعلم اللغة الكتالونية الخاصة بالمدينة، وكان في شرط تاني في حال استقلال إقليم كاتالونيا يمكنه أن يصبح لاعبا حرا. الأندية البرازيلية بتوافق على طلبات غريبة من نجومها. في 2011 ومع انضمام رونالدينيو إلى فلامينغو البرازيلي طلب السماح له بالذهاب للملاهي الليلية مرتين أسبوعيا، وبالفعل ناديه وافق. وفي 2020 ومع انضمام الياباني كيسوكي هوندا إلى بوتافوغو البرازيلي طلب سيارة مصفحة خوفا على سلامته في مدينة ريو دي جانيرو، وده اللي وافق عليه فعلا النادي. لو في بنود أدت لنجاح صفقات ففي بنود ممكن تتسبب في فشل انتقال لاعب. مع اقتراب نهاية عقد روبرت ليفاندوفسكي مع بوسيا دورتموند كان في صراع بين ريال مدريد وبايرن ميونخ، لكن شروط ريال مدريد تسببت في انتقاله بالنهاية للفريق البافاري. ريال مدريد طلب من ليفاندوفسكي الامتناع عن التزلج والطيران المظلي والتسلق وركوب الزوارق البخارية وحتى الدراجات النارية. ليفاندوفسكي انضم لبايرن ميونخ، ومن الممكن يكون ده سبب انتقاله لبرشلونة بعد كده. أما يوفنتوس لما قرر تجديد عقد بول بوجبا وضع شرط جزائي بقيمة 91 مليون لأي فريق يحاول ضمه، لكن وضعوا بند خاص بنادي باريس سان جيرمان إذا حاول ضم بوجبا
هيكون عليهم دفع 13 مليون دولار إضافية. وبعد عودة دانيال أجر لصفوف بروندبي، طلب أن يتم عرض صورته على ملصق حول ملعب النادي في كل مباراة ياخدها الفريق على أرضه، حتى لو هو غائب عنها. البنود الغريبة غير مقتصرة على الأندية فقط، بل موجودة أحياناً في المنتخبات. فرناندو ريندوندو لم ينضم لقائمة الأرجنتين في كأس العالم 1998، والسبب إن شعره طويل. دانيال باساريلا مدرب الأرجنتين وقتها رفض ضم اللاعبين أصحاب الشعر الطويل أو من يرتدوا الأقراط. ريندوندو رفض تنفيذ طلب المدرب لأنه لم يفهم علاقة الطلبات بكرة القدم، وغاب عن كأس العالم. بنود كتيرة وغريبة، فهل في أغرب منهم؟